السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس القدرات مع الأستاذ طارق عبد الرحيم. مسألة حسابية بسيطة، تعالوا نشوف التمرين ده. بيقول لك ما العدد الذي خمسة أنساب؟ هو 25 من 100% من العدد 12000. هل 60 ولا 30 ولا 6 ولا 50؟ ابتدي كده معايا ايه؟ يقول لك ما العدد الذي خمسة أنساب؟ يعني خمسة ضرب كام يساوي الناتج من 25%، 25 من 100% من ال 12000. أولا أنا عايز في الاختبار أحط رقم على العدد ده. علامة في المية تحذف مع 60%، ومن معناها ضرب، يبقى الآلة كام يعني؟ 25 من 100 في 120. ال 25% دي معناها ربع، احنا علمنا قبل كده ان ال 25% هي الربع، ده عدد كسر اعتيادي ده عدد 10. الربع في ال 120 معناها 120 على 4، 12 على 4 فيها 3 والصفر ينزل، يبقى قيمة دي كلها طلعت 30. اروح اعمل 30 هنا، 5 ضرب كام يجيب 30؟ يبقى 5 ضرب 6، اروح اختار ال 6 وقول لي اسمه. أشكركم والسلام عليكم.